يا مساء الفل عليكم، يوم جديد وحلقة جديدة من انبوكس على صدى البلد. يا رب تكونوا جميعا كده بخير وبسلامة، ويكون كده يومكم كان حلو وجميل زي ما احنا متعودين ان احنا يوم الاربعاء كده بيبقى دمه خفيف معانا. وان شاء الله تكون حلقة متنوعة. بس قبل اي حاجة بقى اسلم على نورة. خدتوا بالكم يا جماعة من الانشكاح اللي كان داخل بيه كده والحماس؟ طبعا عشان موجودة، هي السبب، هي السبب، بس مش هقول كانت بتعمل ايه، بس هي السبب. ازيك يا شريف؟ ازيك يا نور، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ كله حلو؟ الحمد لله الحمد لله. النهارده كده زي ما كان بيقول شريف معانا فقرات خفيفه ولطيفه. في اخر فقراتنا هيكون منورنا الفنان معتز حسين رضوان، يمكن هو شارك في اكتر من عمل فني، اخرهم كان العائدون والاختيار وجمال حريم، طبعا غيرهم من الاعمال الدراميه المتميزه جدا. هيكون بقى منورنا في اخر فقراتنا، هنتكلم معاه عن اعماله اللي جايه وكمان عن اعماله اللي فاتت. خليكم معانا. حلو قوي. يمكن كمان من ضمن الفقرات اللي معانا النهارده بنتكلم فيها هو موضوع كلنا ممكن بنتكلم فيه وبنسمع دايما كلمه الجار قبل الدار، بس ممكن يكون في ناس كتير ما بتفكرش فيها فعلا. في كل واحد بيبقى عايز يقول لك انا نفسي في المكان ده، انا نفسي اروح اسكن في الحته الفلانيه، لكن محدش ممكن يكون بيفكر في حته الجار. وهل فعلا انتم ممكن يكون بتواجهكم مشاكل من جيرانكم ولا لا؟ ولا جيرانكم ممكن يكونوا كويسين؟ وهل فعلا انتوا شفتوا في ناس بتبقى عايزه تعزل بسبب جيرانها ولا لا؟ طبعا هنستنى مداخلاتكم معانا كده عشان نتناقش معاكم في الموضوع ده ونسمع ارائكم. تابعونا طبعا من ضمن فقراتنا النهارده. اما دلوقتي بقى فحابين نتكلم معاكم عن خبر، يعني مش عارفين هو المفروض ان احنا نتضايق ولا المفروض ان احنا نخاف ولا المفروض ايه اللي يحصل بالظبط. يمكن الخبر ده والفيديو ده انتشر بشكل كبير الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا، وهو عن حادثه حصلت في الهند، ملاهي زي اللي كلنا تقريبا بنروحها، ولكن حصل انه زي عطل حصل في لعبه معينه ادت لسقوط اللعبه دي من على حوالي ارتفاع 25 متر. والحلو في الموضوع انه الحمد لله ما حصلش وفيات، ولكن طبعا حصل عشرات الاصابات. فحابين بقى من خلال الخبر ده نتكلم معاكم، هل يا ترى انتم من الناس اللي بتخاف من الالعاب اللي في الملاهي ودايما عندكم كده هواجس انه اللعبه هتبوظ وانتم هتطيروا في الهواء، انه هيحصل اي عطل فني ممكن يؤدي ان انتوا لا قدر الله يحصل وفاه او اصابه، ولا انتوا مش فارقه المهم اتبسطوا وخلاص؟ لا انا انا جدا بخاف جدا طبعا من المواضيع دي. ممكن تخلينا بس نعلق على الفيديو. هو ده ده الفيديو يا جماعه، ده اللي حصل فيديو الحادثه. ايوه، هي المفروض ان هي تقريبا بتفضل تلف كده في الهواء وبعدين لما بتنزل بس بتنزل بالراحه وبتطلع بالراحه، لكن اللي حصل ان هي نزلت مره واحده كده زي ما احنا شايفين. طبعا الهبده دي كارثية، صعبه قوي، بس كارثية. هو الحمد لله انه يعني اعتقد اللي هدى شويه من التصادم اللي حصل ان هم الناس يعني في العاب بتبقى رجلهم في الهواء، انما ده في زي قرص كده زي ما انت بتقول هو اللي اخذ الصدمه بشكل اكبر. يمكن الحمد لله ده من ستر ربنا انه عشان كده ما حصلش وفيات. يعني هو يا جماعه بصراحه يعني هي ممكن تكون من الحوادث الغريبه، يمكن يكون دايما معروف في كل الملاهي في العالم، وكمان يعني خصوصا ان ده في دوله الهند، فعندهم كمان يعني دايما معروف عن الملاهي والحاجات دي ان هي بتبقى واخده اجراءات سيفتي او اجراءات الامان عاليه جدا جدا، لان اصلا عشان يتم التصريح بيها في اي دوله في العالم ما بيبقاش بالسهل، يعني بيبقى ليها المفروض كذا كذا اجراءات سلامه. انا شفت برضو فيديو من سنه برضو كانت حادثه بشعه بس حصل فيها وفيات، وكانت في امريكا، يعني كانت حادثه كبيره فعلا، وبعد كده الموضوع ما خدش صدى اعلامي كبير جدا ان هو حد يقع من لعبه على ارتفاع عالي. فدي كانت برضو كارثه. انا يمكن بتفرج على الحاجات دي بقعد اقول لا، يعني بقعد اقول لا ما لهاش لازمه، يعني كل حاجه بتبقى قضاء وقدر، بس انا مش رايح قضاء وقدر برجلي بالظبط، يعني انا مش هروح ادفع فيه فلوس واخش رايح للتهلكه برجلي، يعني لا قدر الله حاجه في عربيه، حاجه في اي حته، خلاص ده مكتوب. لكن بصوا انا كمان اروح للعبه لا، انا كمان زيك شويه، ان انا اولا عندي فوبيا من المرتفعات، ثانيا بحس اللي هو يعني هو مين اللي صانع اللعبه دي؟ بني آدم زي وزيك بالزبط. يعني وارد ان هو يحصل عطل، وارد انه كهربا تفصل، وارد انه يكون عمل غلط، وارد انه عمرها الافتراضي انتهى ويجي على حظي انا سوء صيانه، اي حاجه، اي سبب في الدنيا. فانا بالنسبه لي طبعا مش بنخوف الناس، ولكن
في ناس بيكون عندها التفكير ده زي انا وشريف كده، اللي هو ايه الانبساط ان انا ابقى على ارتفاع عالي قوي واقعد اصوت، يعني ما اصوت وانا في الارض عادي، يعني لو انا عندي الطاقه دي عادي ممكن اطلعها في اي حته، بس ايه الفكره ان انا احس بخوف عشان اتبسط؟ يمكن انا من كام سنه ما كان عادي جدا وما بيفرقش معايا واحب قوي الحاجات دي، بس بعد ما الواحد بيكبر شويه بيحس ان عمره ده مش بعزقه. لا يعني لا مستحيل، يعني انا عامه اي لعبه كنت ممكن اروح الاقي اصحابي مثلا بيخشوا في اي لعبه، الاقي جسمه طاير في الهواء ومربوط في مش عارف في جرار وبيلف بيه بسرعه ما اعرفش ايه والحاجات دي. انا ركبت كذا مره قبل كده، بس علشان ايه عارفه اللي هو ايه، كنت في الجيل اللي هو ايه انت خايف ولا ايه والبنات داخله تركب، عارفه انت الحته دي. بس انا بعد كده مع مرور الوقت وكبرت دلوقتي مستحيل مستحيل، يعني ما فيش اي استحاله. بس انا بحب الشلالات قوي. الشلالات بس برضو مخيفة، اللي هو من فوق بقى ما تقف كده وبعدين كده، دي صعبة. وفي ألعاب بقى بتوترني قوي وأنا بتفرج عليها حتى لو أونلاين، في مش فاكرة كان في أنهي بلد، بس هم بيبقوا واقفين عاملين كده، هي المفروض ان هي شلالات يعني بينزلوا في اسمها ايه، زي الاكوا، زي الاكوا اللي عندنا كده. موجوده في مصر بجد والله؟ اللي هي كده واحنا واقفين؟ موجوده. إيه موجوده في الساحل الشمالي. لا ما اعرفش يا جماعه. المهم يعني انه هو بيبقى واقف كانه واقف على الارض، يعني هو واقف مستقيم وبيبقى عامل ايديه كده وبيبقى واقف على حته ارضيه، بعدين فجاه دي بتتشال بقى من تحتيه ونازل كده وهو واقف. انتوا متخيلين الرعب انه حد بيتزحلق وبيبقى ارتفاع عالي جدا 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 في الاخر في المايه؟ ليه؟ يعني الاحساس، انت اصلا لما بتبقى في اسانسير او حاجه بتحس كان روحك. ايوه بالظبط بالظبط صح. اللي هو ازاي انا على الارتفاع ده وايه ده؟ ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ والله بصي يعني كمان انت اللعبه اللي انت بتتكلمي عنها دي عارفه اللي هو ايه، يعني ممكن تكون فيها شويه امان، انت على الاقل نازله جوه يعني تيوب مقفوله عليكي وبتنزلي في ميه ويعني، لكن لا اللعبه الثانيه اللي احنا بنتكلم عنها دي انت بتنزل على الارض. ده مفيش وانا مربوط بكرسي هيدروليك. طب الهيدروليك ده فك؟ لا يا فندم والله ما بيفكش، اصل ده لوك زيت. اي يا عم افرض حصل حاجه في الزيت، يعني عارف انت اللي هو الردود اللي هو ايه، ده هيدروليك زيت. طب اوكي خلاص خلاص امان يعني. انا مش فني علشان ابقى فاهم اللي انت بتقوله ده. فلا فعلا انا عندي تخوف دايما من الالعاب دي، ومش قصدنا ان احنا فعلا نخوف الناس، بس يا جماعه والله في حاجه كده بحس ان هي مالهاش لازمه، ممكن نبسط ب 70 مليون طريقه ثانيه. او عارف لعبه الفناجين اللي هو اللي قاعدين في الفناجين وتلف بقى انت لا لا اللي هي العاديه دي اللي على الارض بتاعت دي حلوه، دي نقعد جوه الفنجان ويلف بيه نظري. هي الفنجان الفنجان الكبير بيلف، والفنجان الصغير اللي انت قاعده فيه ده برضو بيلف بقى انت بايدك. ايوه ماشي، دي دروخه عاديه. انا كنت بركب مع ناس بقى رخمه، كنت بركب مع ناس رخمه يعني يقعدوا يلفوها جامد قوي، او عكس، او يا عم علينا. المهم انا كنت ببقى نازل خلاص مش قادر. بالظبط كده. فاللي هو لا يا جماعه، وفي لعبه برضه مش عارفه كان ايه المتعه فيها بس انا كنت بحبها قوي وانا صغيره، اللي هي الساقيه دي، اللي هي واقعد اطلع فوق وانزل تحت واطلع. ايه بقى انا استفدت ايه يعني؟ مش عارف يعني ما اعرفش. برضه مخيفه على فكره. هي مخيفه اما بتطلع فوق بتبقى انا قاعد في بتاع حديد كده متعلق. وكان حصل على فكره حوادث كتير، مش حوادث بقى، مش هنقول عليها حوادث، بس انه الكهرباء بتقطع وانت قاعد متشعلق فوق بقى، خليك بقى قاعد كده ومستني بقى الكهرباء تيجي عشان ننزل. فيلم ابو علي فاهم، زي ما كان عبد العزيز جدا الاخر كده قفلوا عليه الكهرباء وسابوه فوق بقى، قال لك يا عمري ومش عارف ايه. فكانت من ضمن اللقطات. افتكرتيها؟ افيهات افلام. لا مش فاكره افيهات افلام يا جماعه، مفيش مشكله، بس يعني من اللقطات المشهوره. فجي في دماغي الموضوع ده فعلا، ان هي ممكن لو قطعت كهرباء او اي حاجه بتحصل انا شايف ان ملهاش لازمه. لا وفي برضو حادثه، انا مش عارفه احنا ليه طالعين النهارده نقول لكم حوادث يعني، بس ده بمناسبه يعني حوادث ملاهي يعني برضو حوادث ملاهي لله كده على راي فلان. كانت في ملاهي بس مش عارفه في انهي دوله، و راكبين حاجة هي المفروض ان هي متثبتة على الارض، وفي كراسي انا مش فاكرة اسمها بس احنا عندنا زيها هنا في مصر، والكراسي طبعا مقفولة عليهم، وبعدين هي بتطلع تعمل كده اهو وكده اهو كده اهو وكده اهو. فالمهم الكهرباء فصلت، حاجة برضو حصلت كده، فطبعا دي ما وقفتش مع الاندفاع بتاع قوتها، الحاجة اللي مثبتها في الارض اتخلعت، فبقت عماله بتعمل كده بتتهز، خلاص هتتخلع، لو اتخلعت الناس هي هتتقلب على وشها على ظهرها وهم مربوطين جوه اللعبه. بس اللي حصل حقيقي كان تكاتف كبير قوي من الناس اللي موجوده، الزوار يعني بتوع الملاهي، انه كلهم اتجمعوا وقفوا، كان ليها سور كده فضلوا يعني بتقلهم مثبتين. طبعا كان عدد كبير قوي عشان يقدروا يثبتوا الحمل ده كله لحد ما هي
هديت لوحدها وقفت والحمد لله ما حصلش ولا اصابات يعني ولا وفيات، فدي برضو لا الحمد لله. لا لا هي مخاوف، بصي هي مخاوف في الاول او في الاخر، والواحد برضو يا جماعه اصلا ماشي على الارض يعني من ساعه ما اتفرج على افلام فاينل ديستنيشن مثلا وهو سايق في قابلني لو لقيت حد بيسوق قدامه عربيه محمله. اه والله انا لغايه النهارده بفتكر الفيلم ده اتفرجت عليه وانا صغير اول جزء مثلا، لغايه النهارده بقعد افتكر مشاهد معينه وانا سايق يا جماعه بتيجي فعلا قدامي اللي هو بقول ايه لا ابعد يعني ابعد لا بلاش. هو طبعا كل واحد يعني الاعمار دي بتاعت ربنا وكل حاجه، بس برضو حته اللي هو ايه حرص يعني حرص. عارف برضو ايه المخيف قوي؟ احنا طلعنا شويه من الملاهي بس على الطريق لما تلاقي عربيه محمله حاجه اكتر من وزنها وتبقى ماشيه عامله كده اهو مميله بقى على جنب يمين او شمال وانت وحظك، دايما الهاجس بقى دايما انا اروح بقى من الجنب اللي هو عادي. ايوه بالظبط. هو هي بقى لو اضطريت اعدي من جنب المايل ده اللي هو ايه أجري. يعني هي اكيد مش هتقلب عليا انا يعني، اكيد هي بقى لها ساعه ماشيه غلط فيعني اكيد مش هتيجي بقى عليا انا وتنشن يعني. اه لا لا حاجات الطريق دي دي احلى ملاهي في الدنيا. بالظبط دي احلى ملاهي. لا في اللي هو مثلا يعني تلاقيه محمل برضو زياده عالي قوي ويدخل تحت كوبري فيتحشر ده ليه؟ تمام. وسام بقى لو انت جايه وراه بقى تاخدي شويه بقى حبه حاجات كده تحدف عليك طماطم بطيخ اي اللي يطلع في حظك. يا ريت والله بتيجي على فاكهه والله يعني ربنا يستر علينا يا جماعه والله يعني ربنا يستر كده. اكيد يا جماعه احنا ما خوفناكوش خالص في الفقره دي خالص ولا احنا خايفين ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص. يعني احنا حاولنا نقول لكم كده شويه من الحاجات اللي بتحصل في الدنيا. المهم عايزين تتبصوا تبصوا، اللي بيحب الالعاب دي تقدروا ان انتوا تلعبوها برضو عادي، بس دايما بنقول كده انه حرص في كل خطوه انت بتعملها، حرص في كل حاجه لانه ده عمرك او ده طبعا كل شيء في الاول وفي الاخر نصيب، ولكن زي ما كان بيقول شريف كده ايه ما نرميش بنفسنا في التهلكه. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بقى نرجع نتكلم عن الجيران، هل يا ترى الجار قبل الدار ولا مش بيفرق معاكم؟ زي ما قلنا لكم في الفقرة دي هنتكلم معاكم عن الجيران، هل يا ترى انتم من الناس اللي بتختار الجار قبل الدار زي ما كانوا كده زمان بيقولوا لنا المثل ده، ولا مش بيفرق معاكم؟ اهم حاجة المكان، البيت اللي انتم هتسكنوه مرتاحين فيه ولا لأ، ومش فارق موضوع الجيران ده. ليه بقى اخترنا الموضوع ده بالتحديد؟ يمكن كنا قرينا خبر الفترة اللي فاتت عن جار قرر ان هو يضايق جارته لمدة 9 شهور متواصلين او بيخوفها بمعنى اصح لان هو متضايق منها. ايه تفاصيل بقى الموضوع ده يا عم شريف؟ ايه اللي حصل؟ والله بصي هو موضوع ادي الرجالة ليه يا حول الله يا رب انت بتاخدوا الموضوع ليه في حتة تانية؟ اقول لك ليه؟ هقول لك اتفضلي يا ست الكل. ده يا جماعة راجل متجوز، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ده واحد متجوز حاول يعمل ايه بقى؟ يتكلم ويرغي مع جارته دي فين؟ في انهي بلاد؟ ومراته مش موجودة في بلاد اوروبا. يعني ايه في بلاد اوروبا؟ بريطانيا ماليش يعني دعوه. هو الرجاله هناك غير هنا؟ انا ماليش دعوه. ايه اللي ماليش دعوه؟ ماليش دعوه انا بالكلام ده. في بريطانيا هم هناك عندهم مجتمع يعالجوا مشاكلهم، احنا هنا الكلام ده ما يحصلش. احنا بيحصل اكتر من كده. الراجل يخاف هنا. ايوه هنا الراجل يخاف. درجه جارتي. ايوه هنا الموضوع الراجل يخاف. الست صدته. ما صح. ينفعش ان هي تتكلم. يضايقها. يضايقها بقى عمل ايه؟ ما اقرر بقى يا جدعان يا جماعه دي يعني عمل حاجات غريبه يعني برضو في الاول او في الاخر لما بتيجي تتكلمي عن ان هو مستني مراته تبقى في الشغل وان هو يحاول يتعرف عليها فتصده، ان هو قرر بقى على مدار 9 شهور ان هو يبتدي يلبس ماسكات مخيفه ويظهر قدام الكاميرات قدام باب بيتها ويعمل اشكال كتيره، فاكيد هي طبعا في الاول او في الاخر الموضوع على قد ما احنا ممكن نشوفه مضحك لكن الموضوع مخيف. مخيف فعلا انت تخيل انك مركب كاميرات قدام بيتك وبتلاقي حد لابس ماسكات شكلها غريب ومخيف ومعلش 9 شهور وتسع شهور دي مده كبيره جدا، وبعدين في الاول او في الاخر احنا الافلام اللي بنتفرج عليها تخليكي تحسي بالخوف بجد، لان انت ممكن الموضوع تقولي لا اكيد ده يعني مش شغل الافلام، لا ما هو شغل الافلام ده ممكن يبقى حقيقي وفي ناس بيجي لها افكار للاسف كتير مش حلوه بسبب الافلام. ايوه ما هو بالظبط ما هو ده اللي بكلمك فيه، ففي الاول او في الاخر اللي هو يعني حقها اكيد عاشت في ذعر كبير جدا وفي الاول وفي الاخر عشان هي صدته دي برضو كانت حاجه. شفتوا الرجاله يا جماعه؟ شفتوا الرجاله عشان صدت الراجل عمل فيها ايه؟ يقول لك دي بلاد اوروبا. المهم انا ساعات بحس ان انا عميد الرجال في العالم وانا قاعد هنا. هو ليه؟ هو طيب؟ انت مش عميد الرجال بس اكيد يعني انت لما بتتكلم بتمثل جزء كبير من الرجال. انا بمثل نفسي. بتكلم بمثل لا هو انت مش طالع تمثل نفسك هنا، انت مذيع. فانت مش المفروض اهو ده الراجل ولا دي افلام الرعب؟ لا لا ده الوشوش اللي بتتلبس يعني. اوكي. ده في الكاميرا. لا لا الموضوع مرعب يا جماعه، الموضوع مش هزار. لا مرعب ليه يعني؟ انا شايفه انه راجل ولابس ماسك يعني. مرعب لان افلام الرعب بتبقى كده. يعني ايه ده؟ بص
ده فاني قوي. انا عارف لو مكانه هطلع اقوم بيو. لا متهيألك والله بجد انت ممكن تبقي شايفه الموضوع فعلا ان هو مش مرعب، بس لا الموضوع ممكن يكون مرعب لو هي عندها العقيده اللي بتتفرج على افلام وممكن تصدق ان واحد مختل عقليا. ما هو ده مش واحد، ده مش شغل واحد عاقل. ما هي ادركت بقى، ادركت بقى بعد كده انه ده جرى، فقررت ان هي تعمل محضر، والحمد لله الراجل اتسجن يا جماعه، عشان بس ما حدش يتعلم بقى يعمل زي. قول لي بقى يا شريف، هل انت من الناس اللي بيفرق معاك موضوع الجيره ولا لا؟ والله طبعا يعني في الاول او في الاخر موضوع الجيره هو موضوع مهم جدا، زي ما انت بتبقي عايزه ترتاحي في بيتك، فلو الجيره مش كويسه مش هتعرفي ترتاحي في بيتك. لو الجيران ما بترعيش. أيوة يعني انت لو رحت مثلا شفت بيت وعجبك جدا وعجبك المكان وعجبك الشقه وعجبك التقسيمه وبحري وفيها كل امنياتك، حلو، وانت داخل كده تتفرج على البيت لقيت جار مثلا بيزعق، نكشك في حاجه، اتخانق معاك في حاجه، هتقول يعني خلاص مش عايز الشقه؟ لا اكيد مش دي هتبقى الاسباب اللي هتخليني ارفض الشقه، لو زي ما انت المواصفات زي ما انت وصفتيها، انت وصفتي كده ان هي شقه الاحلام. خلاص يعني ده كل حاجه بكل تفصيله، وان واحد عايز يلاقي في بيته كل تفصيله في بيته دي بتبقى زي ما هو عايز، دي مش سهله. حتى لو احنا اللي بانيين البيت، عارفه انت لو جايبه حد يعمله لك برده بتلاقي فيه تفاصيل كده بتبقى مضايقاكي. فلو فعلا لا كل حاجه، وهي المشكله في هتعمل ايه بقى مع جارك؟ لا هتصرف بقى، العمل كتير. العمل في عمل كتير. لا بجد هتعمل ايه يعني لو هو قاعد يستفزك، قاعد يضايقك، بيجر شكلك؟ بصي هقول لك حاجه، يعني في الاول او في الاخر يعني هو في مليون طريقه، بس انت في الاول وفي الاخر هتاخدي اسلم الحلول، يعني ممكن تحاولي تتكلمي معاه، هحاول اتصرف في اللي هو انت فين مشكلتك؟ انت عندك مشكله معايا شخصيه؟ طب ما عندكش، طب ايه؟ هستخدم كذا طريقه سلميه، في اخر حاجه هستخدم القانون. يعني في الاول او في الاخر هبلغ عنه باثباتات، يعني الموضوع مش صعب. هل بتفتكر يعني دايما عندنا كده حنين سواء لبيوت اهالينا، بيوت اجدادنا زمان، دايما بنفتكر التفاصيل دي، والجيران وقتها كان شكلهم مختلف، هل عندك ذكرى بتخص الجيران سواء بقى من بيوت يعني الاجداد او كده ولا لا؟ عندي طبعا ذكرى. ايه بقى؟ حلوه او وحشه؟ يعني ما كانتش الطف حاجه. إيه؟ انا كنت بتضايق ان في جيران بتحس ان هي يعني ساكنه معانا. يعني انت ممكن مثلا لما تزعقي تتسمعي بصفه عامه عادي مفيش مشكله، بس انت ساعات بتحسي ان انت متراقبه، فلو قاعد في بيتك عايزه تتكلمي او تعملي اي حاجه، فبتلاقي مثلا ان اهلي مثلا ممكن يوطوا صوتهم، مع ان يعني عادي يعني عماره كبيره وكل في فراغات، بس لا تحسي ان انت متراقبه، هتحسي ان انت كل حاجه معروفه او عايزه تتعرف او في فضول زياده عن اللزوم، فدي كانت حاجه بتضايقني. الجانب الايجابي كانت بعد كده يعني جيران جداد لما برضو كان بينا 10 سنين، بالعكس كنا دايما في تعاون، في حب، في كان دايما في تبادل، وكان في حاجات برضو وحشه، فده طبيعي ان في اي مكان تلاقي ده وده يعني. حلو. انت بقى ايه دنيتك، ايه اكتر حاجه بتحن لها ممكن في حته الجيره دي؟ حاسه ان في حاجه الجيره انه يعني زمان دايما بفتكر في بيت جدتي انه الجيران واحنا نازلين واحنا طالعين بتحسهم ان هم فعلا كانهم اهلك، يعني مش ده جار ودي واحده غريبه او واحد غريب، لا بالزبط. مش عارفه ايه، لو شافوك مثلا وانا صغيره لقوني مثلا بعيط في ايه وبتعيطي لايه، وممكن يحلوا لي يجروا عليكي. ايوه بالظبط بالظبط، من غير مثلا ما يرجعوا لحد لقوني محتاجه حاجه بيعملوها لي. يعني الموضوع كان في تحس ايه مودة، في مودة، مودة وفي حميمية كده دايما بتربط الناس ببعضها، يمكن ما بقتش موجودة. وكان من الحاجات الظريفة قوي زمان ان انت ممكن تلاقي حد بيخبط عليك، عندك بصلة، عندك مش عارفة ايه، عندك ايه، والله كانت أحلى حاجة. يعني الموضوع بقى ما كناش بناخده زمان بحساسية اللي هو ايه ده، هو جاي يطلب مني ليه يعني هو ما عندوش، يعني هو انا اللي معايا وانت اللي معاكش، او انا ازاي يعني اروح اطلب من جيراني حاجة يعني يقولوا عليا ايه، مع ان الموضوع كان بيبقى متبادل، وكان بيبقى اللي هو مثلا ستات بيوت فمش عارفين ينزلوا دلوقتي، او وقت الطبخ اكتشفت انه في حاجه ناقصاها، فعادي مش لسه هنزل او زي دلوقتي هنطلب السوبر ماركت، لا عادي اخبط على جارتي اخد منها اللي انا محتاجاه، وهي اكيد لما تحتاج حاجه هترجعها. دي كانت من الحاجات الظريفه قوي. احنا اتربينا على الحاجات دي اصلا في الاول او في الاخر، عارفه اللي هو يعني الناس لبعض والجيران لبعض، بس كان في بقى حاجات بتضايق ولا معنا خلينا يعني ماشي. خلينا كده بعد خلينا كده يا جماعه، طيب نروح نشوف كده الفيديو معانا كده بنتكلم معانا طيب خلينا نروح نشوف الفيديو اللي معانا كده ونرجع نعلق عليه مع حضراتكم، تابعونا.
ما تيجي تقعدي في بيت بتسالي على الجيران الاول ولا ملهاش علاقه؟ انا ماليش علاقه بيهم يعني، ف مش بسال عليهم، ما اعرفهمش. الجار دي حاجه مهمه جدا طبعا، فعشان كده ببص المكان ده البيت ده فين، فهو طبعا ده اهم من البيت نفسه. بنسال عن الجيران الاول بحيث ان احنا عايزين نعرف احنا هنسكن وسط ناس عامله ازاي وكده، عشان تبقى الدنيا لطيفه ما بيننا. لازم اسال على الموضوع ده، لان هم دول اللي هحتكي بيهم واولادي يحتكوا باولادهم، فالمجتمع بيتاثر ببعض، فده شيء طبيعي لازم اسال. علاقتك بجيرانك عامله ازاي؟ كويسه الحمد لله. ما اتخانقتوش ولا مره ما اختلف؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده طبعا. لا لا لا، مفيش اي مشاكل بيني وبين جيراني ولا اي مشكله حصلت بيني وبينهم بصراحه، لان ما بحبش اتدخل زياده عن اللزوم، انا في اللي ماليش فيه. تعالي لما تكون علاقتك مش كويسه مع جيرانك، نفسيتك بتتعب، بتبقي متضايقه؟ طبعا، لان بيأثر على الاولاد وبيأثر على الجيران وسمعه الناس اللي حوالينا. لا ما شاء الله علاقتي جميله، انا عشريه جدا، وطبعا في الاعياد لازم اتصل عايد عليهم. لو في مثلا مناسبه جميله ابعت لهم. بتزعل من فكره ان علاقتك بجيرانك مش حلوه، او في بينك وبينهم مشكله في وقت، حتى لو وقت بسيط، مشكله بسيطه؟ طبعا انا ما اقدرش اخاصم جيراني، لان هم انا يوم ما يحصل لي حاجه هم قبل اخواتي وقبل اي حد هم اللي هيبقوا جنبي. يمكن زي ما شفنا كده انه في ناس بتفضل ان هي تكون زي ما بنقول في حالها او ملهاش اختلاط قوي، وفي ناس تانية زي اخر حد شفناه قال انه لا، هو الناس دي اقرب ناس ليا، اكيد لو حصل لي اي حاجة مش لسه فعلا هيكلم حد من اهله او من اخواته، انه دول هم اللي ساكنين جنبه، فلو علاقته كويسة بيهم اكيد هم دول اكتر ناس هيجروا عليه واكتر ناس هيبقوا واقفين جنبه. بالظبط، يعني دي حاجة من اكتر الاراء اللي هي فعلا لفتت نظري، ان هو فعلا الجار يعني بيبقى مهم جدا في وقت الازمات، وعلاقتك تبقى بجارك كويسه. وعجبني برضه ان في بنت تقول لا انا ما مش فارق لي موضوع جاري، انا ما كده ما بتدخلش في حياه حد. فانا نفسي بس اقول لها حاجه، هو مهم ان هو ما يتدخلش في حياتك مثلا. يعني انت ممكن تبقي كده، فانت لازم تسالي برضه وتعرفي الدنيا فيها ايه علشان تبقي فاهمه. عارفه كده ساعات بتخشي عماير او في كده مثلا اتحاد ملاك، بتحسي ان في حد هو موجود في العماره علشان يضايق الناس. ايوه فاهم قصدي؟ بحب ان هو لا يعني انت عارف في تفصيله بعيده عن موضوع الجيران ده، بس انا بحبها قوي. بحب اول ما ادخل عماره معينه اشم ريحه الطبيخ. الله. والله وقت الدوريه دي كده بلاش السيره دي معايا بقى. اشم بقى ريحه كل واحد طابخ ايه، وبالذات بقى لو ملوخيه او حاجه فيها توم ياه، ببقى مبسوطه قوي. دي من اكتر الحاجات اللي بتحسسني فعلا بدفى البيوت بتاع زمان. دلوقتي بقى احنا بنلاقي اكياس التيك اواي، يعني هي اللي معظمها منتشره شويه. بس المهم انا بتضايقني بقى حاجه قوي في الجيران، مش الجيران يعني، مش الجيران عندي انا. أيوة أيوة، بس بتكلم في المجمل. الجيران اللي صوتهم عادي، اللي انا ببقى عارفه هم امتى دخلوا التواليت، هم ايه المشكله اللي في حياتهم، هي بتزعق لابنها عشان عمل ايه، امتى ميعاد الغداء، بياكلوا ايه على الفطار. صح. كل حاجه تحسهم بيتكلموا بصوت عالي قوي، اللي هو ما ببقاش قصده والله ان احنا نسمع حاجه، بس انتوا صوتكم عالي زياده عن اللزوم. في بقى كان زمان برضو من الجيران الصعبين شويه، اللي هم بيصحوا يوم الجمعه كده بعد الصلاه خلصت، تلاقي بقى اغاني شغاله تسمع الشارع كله، مش الشارع تسمع كله. مش عشان التنظيف بالظبط كده. كريم. لا ما الحمد لله دلوقتي يعني في المناطق الحديثه المواضيع دي اتلغت. الحمد لله ان هي ما بقتش موجوده، بس موجوده والله. مش فاهمه ايه العلاقه، بس لازم دايما والبنات بتغسل المواعين او بتنظف البيت بالزبط. لازم يبقى في مزيكا بتسمعها، فلازم بقى المزيكا دي اسمع الشارع كله بيها. مش مشكله بقى الناس اللي نايمه، الناس اللي بتذاكر، يوم اجازه اصلا، يوم جمعه بالظبط، يوم اجازه. انا عندي كان عندي المشكله دي، يعني كنت ممكن اسمع صوت تنظيف 8:30 الصبح، ده ممنوع. مثلا ممكن ابقى دخلت من ورا الامن ما حدش خد باله، 8:30 الصبح. او ليه يعني انا نفسي اعرف والله بجد يا جماعه، يعني احنا بنحب النظافه وكل حاجه، بس ليه امهاتنا كانوا بيعملوا كده؟ ليه يصحوا يوم الجمعه من الساعه 7 الصبح يقوموا راميين شادين الملايه من تحتيك وانت نايم عشان عايزين يشغلوا غساله؟ وليه شغل مكنسه السوق ليه؟ دايما في حاجه علشان نلحق، معرفش نلحق مين إيه؟ ومين اللي هيلحقنا او اول حاجه نخلص بقى قبل صلاه الجمعه، بعد صلاه الجمعه بقى نحضر الغدا. مش عارف، في حاجه بقى تانية بتجنني من الجيران. بكلمك بجد، موضوع الاطفال. في اطفال طبعا ما شاء الله يعني بيبقى عندهم طاقه مفرطه. فممكن تلاقي الطفل قاعد بيجري في العمارة، ما تعرفيش هو عند انهي شقه، عايز ايه، بس بتحسي ان في جري. وعايز اقول له انت جايب المساحه دي منين؟ يعني مساحه كم الجري اللي انت بتجريه ده
يعني الشقه كلها شبه بعض، فان الشقه مش كبيره للدرجه دي ان هو انت حاسه ان في فوق حصان. ايوه طك انا طك 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 الدبدبه اللي فوقيك وصوت جر العفش. ارحم وجر العفش ده وتلاقي مفيش حد ساكن في الشقه اصلا. ده اسطوره. لا ده ما دي قصه ثانيه بقى، مش عايزين نتكلم في الحاجات دي، مش دعوه. فموضوع الاطفال بجد، موضوع جر العفش ده، نفسي الناس يراعوا ان في ناس تحتيهم، في ناس فوق، يعني يراعوا اللي هو ايه. هتعمل حاجه، ابنك يلعب وديه النادي، هيجري شويه هديه، مش دايما. ممكن نقول اعتراف من اعترافات شقاوه الطفوله؟ قول. لا قول انت، اسالك. لا 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 ماليش دعوه، لا لا ماليش دعوه. قول النبي، قول ايه اكتر حاجه عملتها مش مؤذيه ولكن اكتر حاجه فيها شقاوه وانت صغير؟ لا كانت مؤذيه فمش هينفع اقولها. قول يا شريف. مش هينفع. طب قول حاجه شبهها، ما تقولش بتفاصيلها يعني. بصي يعني واحد صاحبك هقول لك حاجه، يعني انا واصحابي شويه كنا بنجمع اكياس الميه، ونملى اكياس الميه دي، و يعني كان في بعض مننا بقى بيرميها من البلكونه. لا احنا كنا بنتجمع بقى بنرميها على بعض في الشارع، فيعني كان في ناس بتتخذ رجليها في الموضوع، وعربيات بتتخذ رجليها في الموضوع، لان احنا شارع داخلي، فاي عربيه معديه ممكن تاخد كيس ميه ملهاش دعوه. فيعني بقى لو غسل عربيته مثلا ولا لسه منظفها او جديده، فبتحسي بال، لا دي مش هنقولها يا كريم، بالموضوع دي ما ينفعش ان احنا نقولها. في حاجات كتير ما ينفعش تتقال، في حاجات كتير ما ينفعش تتقال. انا وانتي بقى بصراحه يعني وانا صغيره انا كنت من الاطفال الرخمه اللي بتجري على الشقه ترن الجرس وتجري. لا ده دي وراثه، مش عارفه ليه دي وراثه كلنا عملناها. ومش عارفه ايه المتعه انه حد يطلع يزعق، يعني انا ليه استفز الناس واضايقهم؟ يعني افرض حد نايم، حد تعبان، ليه اروح ارن واطلع اجري؟ انا كنت بتفنن في السرعه، يعني انا باخد الموضوع السرعه، اللي هو انا عايز الحق ارن واوصل مثلا للدور بتاعي من غير ما يكون فتح. لا انا ما كنتش بعملها في العماره عندي، انا بعملها في العمارات بتاعه الشارع، يعني اقعد اطلع عماره عماره واختار بقى شقه واقوم. بس هي عملتها مره بصراحه، يعني الحمد لله عدت على خير، وكلنا الطفولة دي خلصت. خلصت، والغلط غلط والصح صح، وما يصحش غير الايه، ما يصحش غير الصح. الصح في الاول او في الاخر. ورب يا جماعه كده يبقى كل الجيران كويسين وبيراعوا، وكلنا كده ظروف بعض. طيب دي كده خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل ونرجع بقى نستقبل كده ضيفنا الجميل الموهوب معتز حسين، ونتكلم معاه عن اعماله الفنيه وايه اخر اعماله، وكمان نتكلم عنه عن المجال الفني. تابعونا بعد الفاصل. طيب يا جماعه، يمكن احنا عارفين هنا في انبوكس ان احنا دايما بنسلط الضوء على المواهب، ويمكن اكتر على الناس اللي فعلا بتكون منوره وبتقدر تثبت نفسها في وسط المجال الفني، ويمكن في كل المختلف المجالات مش بس المجال الفني. لكن احنا النهارده ضفنا من المجال الفني، ويمكن يكون من الناس اللي ليها مشوار طويل من اول ما بدات، يعني زي ما بنقول كده ايه، تنحت في الصخر، وان هو فعلا يحاول يثبت موهبته ويثبت وجوده في وسط يعني نقدر نقول ساحه فنيه عريضة. ضيفنا النهاردة معتز حسين، هنعرف منه كل الأعمال اللي شارك فيها وكل تفاصيلها وكواليسها، وكمان يعني الأعمال الفنية، وكمان نتكلم معاه عن المجال الفني والتفاصيل اللي احنا ما نعرفهاش. ازيك يا معتز؟ ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، منورنا حبيبي ربنا. ازيك يا معتز؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ منورنا، منور بيك والله. طيب معتز، يعني في البدايه كده السؤال المعتاد، ما بحبش اسال اول سؤال ده يا جماعه، دخولك لعالم الفن، يعني قول لي الموضوع مشي معاك ازاي من البدايه؟ هل كان صدفه؟ هل انت كنت بتسعى لده طول الوقت، حابب المجال؟ ايه اللي حصل؟ طبعا هو اللي عارف السؤال ده شريف، لان انا اعرف شريف، احنا نعرف بعد من 12 14 سنه. ده حقيقي. انا بدات في الاول خالص اعلانات، وكانت بداياتي مكاتب الكاستنج، كنت ببتدي اقدم على اعلان، على مسلسل، حاجه، بدات اعلانات في الاول خالص، وبعد كده ابتديت اخش من الاعلانات للدراما وللسينما بمشاهد صغيره. يمكن انا فاكر اول حاجه ليا خالص كان مسلسل هبه رجل غراب. انا كنت طالع في الحلقه الثانيه في الجزء الاول بقول الكلمه، اوكي، مصور في الحفله. وبعد كده اشتغلت اعلانات تانية، بعد كده اشتغلت في فيلم مراتي وزوجتي مع استاذ معتز التوني واستاذ رامز واستاذ ادوارد. اشتغلت برضو، عملت في الفيلم كله حوالي مشهدين او ثلاثه، تمام. وبعد كده طلعت اكبر لمسلسل سرايه عبدين، عملت الحلقه الاولى. بس كانت البدايات بقى، يعني لازم الاعلانات في الاول. اكيد اكيد. لا انا اقصد من قبل كده، قبل ما تدخل اصلا مجال الاعلانات او مجال التمثيل وانت صغير، انت حابب ده اصلا ولا جه ازاي؟
يعني من وانا في المدرسه كنت حابب اخش معهد الفنون المسرحيه. اهلك قالوا لك لا؟ بالظبط. خش كليه تانية الاول وخد شهاده. انا بيتقال لي كده. كلنا اتقلنا نفس الجمله. لا طبعا ما حصلش، وخلصت الجامعه الدراسه بتاعتي وابتديت اتوجه بقى للورش التمثيليه. وكانت اول ورشه اخذتها كانت 2008 2009. ما كانش في غير ورشتين تقريبا في الوقت، انت عارفهم. بدات وعلى اساسه بقى قعدت اكمل ورش ومكاتب واعلانات لغايه لما الحمد لله الحاجه بتمشي خطوات كده وبتتزق. صح يعني. طب احنا بما انك بتقول عن الخطوات، ما شاء الله السي في بتاعك، وانت لسه بتقول للنوره ان انت بدات من قديم الازل وبدات اخذت الموضوع يعني زي ما اخذت السلم درجه درجه. فدلوقتي سي في ما شاء الله حافل، عملت اعمال مهمه جدا ويمكن يكون كان احدثهم العائدون مع امير كراره. خلينا نتكلم عن المسلسل ده وتفاصيله وتفاصيل تعاملك مع امير كراره. انا الحمد لله السنه اللي فاتت كنت مع امير في مسلسل العائدون، استاذ امير كراره طبعا. و مع حفظ الالقاب ما تقلقش. لا يعني اكيد طبعا اكيد. فانا لما جالي الدور لقيتهم هم حوالي 6 7 حلقات، فانا بقرا يعني السكريبت وكده لقيت ان انا كل مشاهدي مع استاذ امير. فطبعا حاجه شجعتني على طول ان انا اتوكل على الله وامضي ان انا اقف قدام بطل العمل. مش مهم هنقول ايه. انا طالع معاه يعني، انا كنت طابع ضابط مخابرات. صح. مصري سريف بالظبط في دوله اوروبيه، وكان المشاهد كلها مع استاذ امير وانا متنكر في موظف في شركه سياحه وهو جاي على شركه السياحه. فطبعا يعني كنت محظوظ ان انا لتاني سنه على التوالي بشارك في عمل درامي يعني طبعا الجيش والشرطه وكده. دي صورك الموثقه وصورك مسلسل. ده مسلسل عائدون. انا امير كراره برضو من الناس اللي بحسها بدات خدتها واحده واحده، ان هو كان مقدم برامج وتقريبا برضو كان في الاول اعلانات. مزبوط. وبعدين بدا بادوار صغيره وبعدين فجاه نطه كده، طور من نفسه بشكل رهيب. ويمكن اخر كام سنه دول كان حقيقي يستاهل فعلا ان هو يحصل على البطولات المطلقه. وعايز اقول لك هو برضو في التصوير بيساعد جدا الممثل اللي معاه، وبالبلدي كده يعني هو ابن بلد. لا وجدع طبعا. وبصراحه واحنا بنصور في المشاهد وكده لا يعني بيطمنك ان بالك يعني هو امير كراره كل اللي اشتغل معاه فعلا قال الكلام اللي انت بتقوله ده، ان هو فعلا جدع شهم. هو بيبان عليها مع الناس، حتى تعامله مع الناس في الشارع. فانت برضو السمعه سابقاه يعني. بالزبط. ممكن كنا انا ما اتعاملتش معاه شخصيا لكن السمعه سابقاه ان هو فعلا معروف عنه حاجات زي دي. بالظبط كده. بصراحه من الناس اللي انا انبسطت ان انا اشتغلت معاه. وكمان عايز اقول لك على حاجه شريف، ده كان بيبارك لي على الاختيار 2 يعني. اول ما احنا في الكوريدور رايحين لللوكيشن لقيته بيبارك لي على مسلسل الاختيار 2، فيعني انبسطت ان هو كان متابع وشافني وعرفني. فدي بالنسبه لي حاجه ادتني ثقه في نفسي قويه جدا. اكيد طبعا. طيب على ذكر الاختيار 2 بقى، كلمنا عن برضو ترشيحك للمسلسل ده وكمان عن تعاملك مع مخرج متميز جدا زي بيتر ميميا. انا والله ترشيح الاختيار 2 جه صدفه. انا كنت بشتغل مع الشركه المنتجه للاختيار 2 وكنت بعمل مسلسل تاني اسمه جمال الحريم. وانا كنت عامل دور فيه شاب كفيف وبدأنه يعني استحاله ده يترشح لدور ضابط في الاختيار. وفوجئت ان انا مترشح من قبل الشركه للاختيار 2، ورحت قابلت استاذ ابراهيم فرج الكاستنج دايركتور واتكلمت معاه وقال لي مقدم عاصم ده شخصيه موجوده وانا مرشحك للدور، وتوكلنا على الله ومضيت فعلا. لما جيت اتعامل طبعا مع استاذ بيتر وكده، لا طبعا يعني انا مخرج يعني دكتور بيتر مخرج يعني هو في حته تانية لوحده. صح مظبوط. يعني سواء في السينما او في الدراما، لا يعني هو بيقدر يطلع من الممثل حاجات ويقدر يوجهك ان انت تعمل حاجات انت ما انتش متوقعها. يمكن ناس تقول لك ده دور ظابط وبالظبط، بس هو حطيني ان انا مش في الظابط اللي ماشي يشخط وماشي في معسكر، بل بالعكس كان ظابط فاكك وبيضحك وبيهرج طول الوقت مع استاذ احمد مكي. فانا بصراحه يعني هو اللي حط حته المقدم عاصم في الناس كلها بتتكلم عليه وبتحبه يعني. بالظبط. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن الاختيار وطبعا عن ملحمه الابطال من جنودنا طبعا من القوات المسلحه ومن الشرطه، ويمكن دي بيكون منطقه حساسه شويه. طبعا حساسه ان انت لما بيجي لك دور اي حد بيتمنى سواء نجم او حد لسه يعني في المراحل النجوميه الاولى او اي حاجه بيتمنى ان هو يشارك في عمل زي ده.
انت كان احساسك ايه وانت بتجهز انك بتقدم دور ضابط في ملحمه كبيره جدا بتتكلم عن الاعمال الوطنيه والشهداء؟ انا كنت مرعوب، يعني الموضوع مش عمل، انت بتعمل عمل درامي قصه يعني كاتبها كاتب او حد، لا انت بتعمل احداث حقيقيه بالظبط. فانت بتوري للشعب وتوري للوطن العربي كله احداث حقيقيه، فانت مش بتجود، مش بتصطنع، انت الحاجات جايه لك من جهه سياديه عليا قويه جدا، فانت بتحفظ الحاجه عشان تقدم الكلام ده. استعديت ازاي للمرحله دي؟ انا بصراحه كنت بتفرج على فيديوهات كتير كانت بتجيلي على الموبايل على الشخصيات في المقدم عاصم، طريقه الكلام، طريقه الالقاء، المشيه، الوقفه، الكلام بيتقال ازاي. كونك انك بتلبس لبس رجال الشرطه ده بتحطك في مسؤوليه. انا عايز اقول لك على حاجه، ان احنا طول ما احنا كنا بنصور سواء في معسكرات او حاجه، انت كل اللي حواليك دول عساكر حقيقيين مش مجاميع او مش ممثلين بالزبط. لا هما بس الممثلين اللي بيتكلموا، الباقي انت فعلا في معسكر حقيقي. فانك تعيش الاجواء دي اجواء ليا الشرف ان انا جربتها وعشتها معاهم. الله يكون في عون الضباط بجد والعساكر اللي بتبقى عايشه يومها ده وبتستعد لمهمه، قوم يلا احنا عندنا مهمه، فهو بيبقى رايح الناس الضباط حقيقيين، هو رايح يا اما النصر او الشهاده بالظبط. فانت كنت بتتحط فعلا في الاجواء دي، لازم تعيش عشان الناس تصدق. فالحمد لله قدرنا نستعد كويس ونذاكر كويس ونحضر كويس، ووصل الموضوع للناس فعلا ان هم كانوا فاكريني ظابط يعني. ايه اكتر حاجه اتعلمتها او مش اتعلمتها يعني، بس اكتر حاجه علمت فيك من خلال التعامل مع بيتر ميمي، ملحوظه مثلا قالها، حاجه عملها فحسيت انه دي ممكن تفيدني؟ اللي اتعلمت منه ان واحنا بنصور المسلسل ما خلانيش الظابط اللي هو طالع بيتكلم رسمي وميري وكده، بالعكس خالص، هو طلعني فاكك يعني معظم الوقت كله انا واستاذ احمد احنا بنضحك وبنهرج، من صحاب كمان ظريف قوي طبعا قوي قوي طبعا يعني. انا فظيع، انا كان ليا الشرف وحظي ان انا كل مشاهدي مع استاذ احمد مكي، فده اللي هو وصله لي وقعد يتكلم معايا، قال لي انا مش عايز ظابط بقى ماشي وقائد ومير، لا 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 خالص، انت قائد الكتيبه وقائد استاذ احمد مكي، بس انت فاكك وبتضحك، اتنين صحاب، اتنين صحاب قاعدين في قهوه، اتنين صحاب قاعدين مع بعض في مكان بيدردشوا وفاكين. فكون هو وصل لي الحاجه دي قدرت امشي عليها بقيه الخط كله. بالظبط، يعني ادالك ابعاد الشخصيه اللي انت هتقدر تستخدمها. والشخصيه حقيقيه. بالظبط، ده حقيقي. طيب احنا دلوقتي لو هنتكلم بقى عن مسلسل تاني، جمال الحريم. طبعا اخراج استاذه مناد الصيفي، صح كده؟ طبعا. اتكلمنا برضو عن تفاصيله، اترشحت للدور ازاي؟ كانت تفاصيله يمكن ده حاجه جديده عن اللي انت عملتها خالص قبل كده، ان انت عامل دور بدقن اعمى، حاجات زي تفاصيل دي احكيها لنا. انا عملت اوديشن عادي في الشركه على الدور بتاع مهدي، وجالي الورق قبلها بحوالي شهر، قعدت استعد للاوديشن ده قبل التصوير، ورحت شفت ناس كفيفه بيتعاملوا ازاي، حركاتهم ازاي، وقفتهم ازاي، والحمد لله لما اديت الدور جالي الترشيح يعني، ومضيت معاهم. عرفت ان انا هصور بعد ما مضيت بحوالي شهرين، فخفت، كنت عايز الغي الدور. ليه بقى؟ خايف. خايف ان انت ما تقدرش تأديه بالشكل المظبوط؟ خايف يطلع كليشيه، يطلع سخيف، يطلع ما يطلعش حساسه. انا فاهم قصدك، انت فاهم، منطقه حساسه. الخوف بتاعي ده لما قلت لهم ان انا فعلا خايف، اصروا ان انا لا هتعمله، يعني كذا مره كنت بكلم اقول له انا خايف، يقول لي هتعمله هتنجح. فالحمد لله قدرت ان انا اعمله برضو بطريقه ان هو مش الكفيف اللي احنا بنشوفه رافع لفوق كده او كده، هو مهدي كان بيشوف وفقد بصره، فقدرت توصل للناس ان هو بيعرف يتحرك، بيمشي بالعصابة، بيعرف يطلع سلم، بيحس بالناس اللي حواليه. عملته من مدرسة سهلة، ما حاولتش ازود في الشخصية خالص وافتكس فيها زي ما الناس بتقول كده واجود، لا انا عملتها بالطريقة السيمبل، ان هو طول الوقت بيضحك مبتسم، بيساعد البنت اللي معاه، عارف اللي بيدور حواليه ايه،
ماشي واثق من نفسه عارف خطواته. فدي اللي سهلت لي ان انا اقدر اعمل الشخصيه دي، بس هي كانت شخصيه صعبه جدا وانا كنت خايف وانا بعملها. هو كان المسلسل كان صعب مش سهل تنفيذه، خصوصا حاجات الخيال العلمي والحاجات اللي زي دي بتحصل يعني. بالظبط. وده يخلينا نسال هل في حاجه حصلت غريبه مخيفه وانتوا بتصوروا المسلسل ولا لا؟ انا الناس بيكون عندها فضول على فكره تعرف انه ممكن يحصل لكم حاجه بجد. هقول لك على حاجه، هو فعلا لما كنا بنصور بالليل ايوه نوصل للفجر، لا ما كانش في حاجه بتحصل، بس كان الناس تقول لك يعني عارف اصل انت بتعمل حاجه رعب، فطبيعي ان انت في الليل في الضلمه ممكن تحس لو في حاجه رنت خبطت الحق مش عارف، ممكن ايه يا جماعه ده معلقه وقعت من هنا، ده حد خبط الكرسي برجله، متوترين حد فكانت الدنيا كده، بس لا كانش في حاجه يعني. لا يعني كلها راجعه بس للفهمه يعني. أيوة. صلوا على النبي انتوا كده بس الدنيا هتبقى زي الفل ما تقلقوش يعني. طب لو هنتكلم عن مشاركتك في حكايات ورا كل باب، الموضوع بقى حصل معاك يمكن يكون الحاجات دي او المسلسلات دي او الحكايات دي بتكون مهم قوي لانها بتخاطب البيت المصري وطالعه من البيت المصري وبتجيب فعلا المشاكل الحقيقيه بس معدله في السياق درامي. كنا برضو عن مشاركتك والموضوع جه معاك ازاي؟ انا طبعا ورا كل باب الحمد لله ترشحت من الاستاذه منال الصيفي للدور، انا كنت اشتغلت معاها جمال الحريم. مظبوط. والحمد لله ترشحت معاها للدور بتاع ورا كل باب حكايه، هي دي قصص حقيقيه كلها موجوده في كل البيوت المصريه اللي هي الترند. الناس طول النهار قاعده على الموبايل بتعمل ترندات وتنزل وتتكلم هنا وانا رحت هنا وصورت يعني. فهو كان الفكره ان هو واحد متجوز ومراته عايزه تقعد مع مامتها واخواتها طول النهار على الترندات، ده مش مناسب لبيته وحياته وشغله، فهو كان معترض عليه وكان عنده حق. وفي الاخر هي بيحصل لها مشكله من طريق الترند والحاجات اللي بتعملها لايف دي، وهو يعني جوزها هو اللي بينقذها في الاخر يعني. بس وطبعا كان جدتهم هي اللي كانت واقفه مع جوز بنتها عليا اللي هو انا يعني، انها مش موافقه ان زينة حفادتها بتعمل كده هي ومامتها واخواتها. فدي كانت قصه حلوه جدا ومعظم الناس لغايه دلوقتي عايشه على الموضوع ده. ده حقيقي لازم تخلي بالك. بمناسبه السوشيال ميديا بقى، هل انت من الشخصيات دي اللي هي بتكون رافضه شويه السوشيال ميديا ولا لا شايف ان هي ممكن تبقى ايجابيه او بتفيد وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه؟ والله يعني انا مش من هوايات السوشيال ميديا قوي، شريف عارف يعني انا كل واضح ان شريف عارف كل حاجه. احنا عايزين نعرف. انا مش من الناس اللي يعني عمري في حياتي ما عملت لايف مثلا، بس كله قال لي لازم بتبتدي تحط شغلك وحاجاتك واعمالك عشان هي دي الحاجه اللي موجوده. فاكتر من كده انا ما يعني انستجرام او الفيسبوك بنزل شغلي اللي انا عملته، انزل اعمل فوتوشوت حاجه. لكن مش بعرف وبقولها قدام الناس، مش بعرف اكون متواجد بشكل كتير او اعمل فيديوهات ليا كده يعني. هنقدر نقول ان انت حياتك مش على السوشيال ميديا زي ما معظم الفنانين او معظم الناس. نقدر نقول ان انت بتتعامل مع السوشيال ميديا، انت هتنزل صوره، هتنزل حاجه عن شغلك، حاجات اخر مثلا حاجه في الجيم، تمرين بتاع، رحت مكان حلو في مصر اصور المكان كده البحر، لكن حلو. مش بعرف متواجد بصوره دائمه لا. على السوشيال ميديا يعني لا خالص. طيب لو احنا هنتكلم بقى عن انا متخصص، حاسس ان البيت متخصص نقل المسلسلات. انا بروح على المسلسلات. لو هنتكلم بقى عن ترشيحك قول اسم المسلسل. هنتكلم عن ابو العروسه، مش هنتكلم عن ترشيح. انت هتحكي لنا بقى عن ابو العروسه، كان في دور وائل. لا وابو العروسه كمان من المسلسلات اللي عامله صدى كبير قوي في كل البيوت المصريه تقريبا. بالزبط. ومتفاعلين قوي مع الشخصيات وحاسين انه فعلا كل حد في المسلسل البيت المصري ممكن يبقى شبه ممكن يبقى شبه بابا مامته واخته يعني. كانت الاجواء نفسها وكل الناس مستنيه السيزون الجديد او ايه اللي هينزل. انا ترشحت ابو العروسه في اللي هو الجزء الاول عن طريق الشركه المنتجه ساعتها. وكان دوري وائل، ده كان خطيب اخو العريس اللي هو البطل. والدور بتاعي يعني هو كان صغير بس لقيته الناس كلها متعاطفه معاه وحباه، كان اللاين بتاعه حلو ان هو دايما عايز يخلي باله من خطيبته وما تعملش كده واستني والجواز وهي متسرعه وعايزه المنظره وعايزه الفرح في الحته الفلانيه وعايزه الشبكه من المكان الفلاني وعايزه البيت يكون عامل كذا، كانت بصه مش على المستوى اللي هي موجوده فيه. فكان وائل ده طبعا دايما مش عاجبه اللي بيحصل ده، فبرضه قدر يوصل للناس ان هي البنات لا يعني طالما معاكي حد كويس وشريكي وبيحبك يعني ابداوا مع بعض. ده الابقى، ده اللي هيبقى اصلا. حتى هو في مشهد بيقول لها
انت ليه عايزه تعملي فرح زي الناس؟ ما نفرح احنا لوحدينا، لازمته ايه كذا وكذا وكذا، ولا عشان الناس تقول ده عملوا فرح وجابوا وجابوا؟ فده كان المشهد الاخير بينهم حتى لو هما ما كملش. يمكن انا بتبسط يا اخي بكذا وكذا وكذا. ما تسمع مني برضه، عشان دي منطقه حساسه قوي. ايوه يعني لا بيحبوا كده. لا هو بيتكلم ان هو يعني كان برضه يعني الدور، هو امكانياته المحدوده كانت كده، فهو مش قادر يعمل حاجه يعني، هو بيحبها فهو عايزين يلا نتبسط، امكانياته المحدوده كده صح؟ بالظبط. او ممكن نقول لها الفلوس دي كلها ما نسافر احنا بيها بره يعني، قول لها بقى. دي الجمله اللي معظم الرجاله بقت تقولها، ليه نعمل فرح اما ممكن نسافر؟ طب ما احنا ممكن نسافر ونعمل فرح عادي يعني. مش الرجاله بتتكسف من الرقص والحاجات دي؟ بيزوغوا. ايوه بالظبط. ايوه. طب معتز انا حاساك فعلا شخصيه ممكن تبقى خجوله شويه، ده حقيقي ولا لا؟ اه دي حقيقه. ازاي بقى كسرت ده مع التمثيل؟ يعني التمثيل مش محتاج كسوف خالص. بصي عايز اقول لك على حاجه، انا طول ما انا في اللوكيشن الخجل ده مش موجود خالص. خلاص ده شغل. ده خلاص داخلين اون سيت، خلاص مفيش. بره بقى الكواليس مثلا كده، لو حد يعني عرفني في مكان او في كده، لا ما الدنيا بتظبط. طبعا اكيد بيتقال لك بقى الجمله المشهوره، شكلك تنك. ها شكلك تنك يا نجم. مش عارفين انه ده بتتنك عليا. بيقولوا مش بتتنك والله. انا مكسوف. والله انا مكسوف يا جماعه، انتوا غلط والله يا جماعه. غلط خالص. لا مش تناكه يعني، بالعكس يعني. انا لو في متواجد في مكان وكده افضل قاعد يعني مع الناس اللي معايا. مش بعمل شو انا هنا انا ممثل انا، لا خالص يعني بالعكس. يعني انا اقول انت واخد الجنب الهادي اكتر. ده لا هو شخص أكتر. طبيعي. يعني بتعامل بطبيعتي يعني خالص. حلو. يعني طيب احنا دلوقتي يعني عارفين ان انت برضو شاركت مع هند صبري في مسلسل حلاوه الدنيا، صح كده؟ طبعا. وعايزين نعرف برضو التفاصيل، ايه اتعاملت مع هند صبري؟ كان ايه اول لقاء ما بينكم؟ المواضيع عدت ازاي؟ انا عايز اقول لك على حاجه بقى، في المسلسل ده بالذات حلاوه الدنيا، انا ترشحت للدور رامي عن طريق برضو الكاستنج دايركتور، وبعت شغلي كله للاستاذ حسين المنباوي. وكان جالي الورق ان انا اول يوم تصوير باول مشهد انا واستاذه هند صبري. يا سلام. فهم بيفتتحوا المسلسل بيا. خلصوا التورته، دوروا الكاميرا. يلا بينا. بممثل مغمور، حد لسه يعني يقف قدام استاذه هند اول يوم وتصوير، ومشهد طويل جدا. اول مشهد ده كان حوالي على الكاميرا كان 2:30 والمشهد كله واحنا بنتمشى وبنطلع يعني، الكاميرا واخدنا من كذا حته. فطبعا انا كنت رايح الحمد لله يعني تو بي اور نوت تو بي، يعني انا مذاكر وحافظ والحمد لله. استاذ حسين يعني قال لي لا يعني الدور اتعمل كويس ومفيش اي توقفات حصلت ولا اي نسيان في السكريبت، وانت عارف القصه. فالحمد لله قدرت ان انا المشاهد كانت ماشيه سلسه. فهي حتى برضه استاذه هند قالت لي انت ما شاء الله، انا فاكر الجمله دي كويس، ما شاء الله عملت الحاجه، شغلك فيه احترافيه. ما شاء الله. فدي اهم حاجه الواحد لو عايز يسيبها طبعا. فدي بالنسبه لي حاجه ادتني ثقه جدا. فبعد كده في المسلسل ده هيظهر رامي من الحلقه ال 20 لل 30 مع استاذه حنان مطوع. لان هي بتيجي عشان تعمل الفرح، فرامي هو اللي بيعمل الفرح لهند وظافر، فبتشوف رامي فبيحصل بينهم قصه حب. فبرضه خدت اشاده من استاذ حسين، قالوا له مين اللي ممكن يعمل الولد بقى اللي نخليه يحب كذا كذا، قال لهم هاتوا الولد اللي جه معانا في الحلقه الاولى اللي عمل رامي يكمل السيكونس بما انه هو لسه في المكان. بس فدي برضه كانت شهاده حلوه ان انا قدرت اكمل الدور. يعني معتز للاسف الوقت عدى معاك بسرعه جدا جدا جدا، كنا حابين اكيد ان احنا يعني نعرف كواليس اكتر ونعرف اكتر عنك، بس ان شاء الله ده يتكرر في لقاء تاني. بس سريعا جدا جدا جدا، داخل ايه الفتره اللي جايه؟ والله ما فيش حاجه، هو كلام يعني. في كذا حد اتكلم معايا على كام حاجه كده، ويا رب ان شاء الله حاجه تيجي باذن الله. ربنا يوفقك يا معتز، نورتنا بجد واتبسطنا جدا جدا معاك. شكرا ليك يا معتز ونورتنا، وان شاء الله الاعمال اللي جايه مزيد من النجاح ان شاء الله. شيف، وانا مبسوط ان انا كنت معاك النهارده. ربنا يخليك. شكرا يا معتز. شكرا يا شيف. شكرا يا نوره. ميرسي ميرسي. كده خلصت فقرتنا يا جماعه، وخلصت حلقتنا النهارده. بكره زي ما انتم متعودين اجازه، وان شاء الله نشوفكم على خير يوم الجمعه الساعه 6:30. باي باي.